سمو الامير نواف بن سعد نائب رئيس مجلس اداره نادي الهلال، نرحب فيك، نقول لكم الف مبروك هالبطوله السادسه على التوالي، تمرس عليها الهلال كثيرا. اللهم لك الحمد والشكر، نحمد رب العزه والجلال انه الحمد لله اكرمنا بهالبطوله المهمه وشرفنا بالسلام على صاحب السمو سيدي صاحب السمو الملك الامير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد حفظه الله، واللي يعني بحد ذاته السلام عليه وتسلم الكاس من يدي سموه الكريم، هذا بحد ذاته فخر، وهو اول كاس باسم سموه الكريم كولي عهد، وان شاء الله تدوم الكؤوس والافراح والبطولات على نادي الهلال وعلى محبين نادي الهلال. نعم سمو الامير، قبل بدايه هذه المباراه كانت كل الترشيحات او اغلبها تصب في مصلحه نادي النصر، بعد تحدث بانه فريق النصر جاهز فنيا ولياقيا ويكون اجهز من فريق الهلال العائد مثلا من خساره من فريق الشبابي. والله شوف، هو الحقيقه ما في شك انه النصر تطور كثيرا، اللي يقول غير الكلام ما يعني انا اعتقد انه يخالف الحقيقه، النصر الموسم هذا تطور كثيرا، فريق محترم جدا وخصوصا من الدور الثاني بالدوري انا اتكلم، تطور بشكل ملحوظ، كانت مباراه الحقيقه قويه، تعرف الدقيقتين الاخيره ايش حصل فيها كمان، يعني كان لو ما عندنا رجال الحقيقه حتى يمكن نفسيا واعصابهم وقت ضربات الجزاء، لكن هم تعاهدوا قبل المباراه، تعاهدوا بين الشوطين، تعاهدوا بين الاشواط بعد الشوطين قبل بدايه الاشواط الاضافيه، وايضا تعاهدوا قبل الكاس انهم يعملون ويبذلون كل شيء ليحققوا هذا الكاس. يا رب لك الحمد والشكر، الحقيقة في رجل تعب كثيرا وهو صاحب السمو الملك الأمير عبد الرحمن بن مساعد، تعب وصرف كثير من ماله وجهده وحتى صحته في لأجل خدمة نادي الهلال وجمهور نادي الهلال والسعي الحقيقي لكل ما يفرح جماهير نادي الهلال. أنا بصفتي أحد أعضاء الإدارة أقدم له الشكر الجزيل على ما يقدمه دائما لنادي الهلال، بالتأكيد رقم واحد كان في الملعب اليوم هو جمهور نادي الهلال، هذه أقل هدية، طبعا هدية كبيرة باسمها وبرمزها لأنها تحمل اسم سمو سيدي ولي العهد، ولكن هم أيضا متعودين على بطولات كثيرة، فهذه هدية بسيطة لجمهور نادي الهلال، تشرفنا الحقيقة بوجودهم، والتشرف الأكبر كان بوجود صاحب السمو سيدي ولي العهد. نعم سمو الأمير، دعنا نتحدث عن حيثيات المباراة، في آخر دقائق شهدت مثلا أهداف الفريقين، بلنتي الهلال يعدل فريق النصر في آخر دقائق، سمو الأمير أنت قريب مثلا من اللاعبين، تلاحظ مثلا في مثل هذه الامور ومثل هذه الانطباعات تشكل ضغط على اللاعبين من خلال ركلات الترجيح؟ يعني انا قلت لك الحمد لله اللي عندنا رجال، يعني لو انا اعتقد لو فريق ثاني استحاله ينتصر بعد اللي حدث، انك تكون متقدم وباقي دقيقتين مثلا على نهايه المباراه او دقيقه ونص او اللي هي، وياتي فيك تعادل مع من فريق كالنصر في مباراه تنافسيه ايضا، يعني بحكم تاريخ الفريقين، لكن تنافسية من كل النواحي الحقيقة، جماهيريا، نهائي، في تاريخ كبير بين الناديين، الحمد لله المباراة أيضا طلعت بشكل طيب من ناحية الأخلاق، ولكن عودة لسؤالك الحقيقة يعني ما حصل، أنا حتى شايف المدرب بعد ما أحرزنا احنا ضربة الجزاء اللي أحرزها محمد الشلهوب كان يعني حتى ما فرح فيه، كان بس يحاول أنه يخلي اللاعبين يركزوا قدر المستطاع، اعتقد فورا لنادي النصر كان لابد من الهجوم، ما عاد بقى وقت، استطاعوا من هجمه انهم يحققون هدف التعادل. نعم سمو الامير، تحدث عن بعض المشاهد، تحدثت مع الكابتن محمد الشلوب مساء البارحه في المعسكر، ايش اللي دار بينكم سمو الامير؟ والله دائما محمد نتحدث انا وياه، بس كان عندي احساس ان محمد حيحسم امر ما، يعني اليوم كان احساس، مجرد احساس، وقلت له الكلام هذا البارح والحمد لله ما خيب لا احساسنا ولا خيب ظننا، محمد الحقيقه يعني لاعب لن يتكرر انا اعتقد في تاريخ الكره السعوديه من جميع النواحي، انضباط، سلوك، لاعب الحقيقه محافظ على نفسه، هذا طبعا غير مستواه الفني اللي ما شاء الله لا قوه الا بالله يرتقي من مباراه الى اخرى، انا اعتقد محمد الان كسر ايضا ارقام قياسيه بحمله للكؤوس. نعم سمو الامير، ربما اداره هلاليه تحمت كثيرا من الضغوط خصوصا بعد التفريط في النقاط في سلم جدول ترتيب دوري زين، هل ترى سمو الامير عبد الرحمن مساعد ايضا انت كنائب للرئيس، هل هذه ربما تنفيس للجمهور من خلال تحقيق هالبطوله؟ والله لا، انا خليني اقول لك كلام الان، يعني احنا طبعا لابد نفرح الليله بطوله مثل هذه، نفرح غدا ونركز على المباراه الاسيويه القادمه بالتاكيد. انا اعتقد ان هذه ان شاء الله خير دافع لاستعاده الثقه للاعبين لانفسهم قبل كل شيء، لانه بالتاكيد يعني خسائر بعض المباريات بالدقائق الاخيره اكيد انها بتحبط كثيرا من اللاعبين. بالنسبه للجمهور قلتها من قبل واعيد واكرر، كما انه الجمهور ينصفنا حين، وانا اتكلم طبعا جمهور الهلال اعتقد نسبه كبيره منه ان شاء الله نسبه عقلاء، نسبه عاليه جدا، الجمهور كما هو ينصفنا ويفرح معانا ويشاركنا الفرحه وقت تحقيق الانجازات، نقدر عتبه ونقدر غضبه اذا كان الهلال ما هو في مستواه،
بالتأكيد هم متعودين على نادي الهلال ينافس على جميع البطولات، ولكن لابد أيضا أنهم يعني يعرفون أن الفرق كلها قاعدة تشتغل، كل الفرق تمر بظروف. الحمد لله موسم الآن ما انتهى وحققنا فيه بطولة، نأمل إن شاء الله في مزيد من النجاحات. وأنا زي ما قلت لك نتقبل الجمهور، وأكرر الجمهور نتقبل ما يصدر منهم بمنتهى سعة الصدر، لأنهم هم محبين لنادي الهلال، شاركونا الفرحة، لا نكون إحنا طماعين، لابد أن نقبل منهم أيضا النقد، لابد أن نقبل منهم الغضب طالما أنه في حدود المعقول. نعم، السؤال الأخير يا طويل العمر، تحدث عن هل مثلا تكون هذه البطولة كأس سمو سيدي ولي العهد ترفع مثلا من أسهم مدرب الكرواتي زلاتكو؟ والله يشوف المدرب يعني بغض النظر، وطبعا ما اختير يعني ما اختير اصلا لتدريب الفريق الاولمبي الا انه ان شاء الله كان ثقه اداره نادي الهلال فيه عاليه. المدرب شاف الفريق كامل عايش في نادي الهلال تقريبا يعني من خلال تدريب المنتخب الاولمبي، انا اعتقد انه ادى مع الفريق مستويات طيبه الى الان. البطوله هذه ثمره لجهوده وجهود اللاعبين، وحتى عشان ما اكون منصف ايضا الجهاز الفني السابق حتى لو كان اقيل ولكن يجب ان يشكر لانه ساهم في على الاقل التحضير لهذا الفريق. سمو الامير مره اخرى الف مبروك هالبطوله، تمرس عليه لكن سادس مره على التوالي، الف مبروك مره اخرى وثالثه ورابعه. الله يسلمك ويبارك فيكم، وهالرجال اللي جاي الان يعمل لقاء انا اعتقد انه من اكثر الناس سعاده اليوم. طبعا اضاع ضربه جزاء، هذه عادي جدا تحصل، كل لاعب في العالم يستطيع يعني يضيع ضربات جزاء، فانا الحقيقه ايضا اهنيه على مستوياته واداءه وخلقه من خلال التمارين ومن خلال الدقائق اللي هو لعبها، ومحمد يستاهل كل خير. شكرا لك. شكرا.